ودلوقتي بنتشرف بدكتور اشرف دويدار العضو المنتدب لشركه اردك. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. طبعا برحب بحضرتك وبقول لحضرتك الف مبروك لاشتراككم في سيتسكيب 2017. حابه في الاول اعرف رايك في الاقبال على المعرض بالنسبه لاول يومين. الاقبال كويس، احنا بقى لنا فتره الناس كلها مستنيه المعرض ده يبقى موجود. الناس بعد عملية تحرير سعر الصرف والزيادة في سعر الدولار أدت لارتفاع في سوق العقار، فالناس كانت واقفة بتستوعب، فده أول معرض كبير بعد هذا الحدث، فمتخيلين إنه هيبقى فيه إقبال كتير، الناس هتيجي تشوف علشان عايزة تشتري، في احتياج حقيقي، فإن شاء الله يبقى معرض ناجح. إن شاء الله. حابين حضرتك تكلمنا عن شركة أردك والمشاريع اللي بتقوم بيها دلوقتي. إحنا شركة أردك بقى لها 19 سنة، من سنة 1998. نفذت مشاريع، حوالي 4 مشاريع في القاهرة الجديدة والشروق ومول في الهرم. إجمالي استثماراتنا حوالي 1.7 مليار، ده فيها من ضمنها هذا المشروع، مشروع زيزينيا المستقبل. بنأمل أنه كل شغل الشركة بيبقى موجود باستثماراتها وبفلوسها هي، مش عن طريق التمويل من بنوك، فكلها استثماراتنا، فبالتالي هي شركة وضعها الاقتصادي قوي، عندها رؤية للمستقبل. هندخل في مشاريع تانية، مشاريعنا الجاية هننزل في الصعيد، وحن مهتمين بمشروع العاصمة الإدارية، لكن مركزين على الصعيد وعلى محور قناة السويس. نبتدي بقى نعرف الأول عن مشروع زيزينيا المستقبل وبعد كده نخش موضوع الصعيد. حابين نعرف أكتر عن المشروع بقى. مشروع المستقبل هو موجود في مدينة المستقبل سيتي، مدخل العاصمة الإدارية الجديدة وجنب مدينتي. هي المستقبل سيتي 11,000 فدان، احنا 70 فدان موجود فيها، كلها عمارات ومركز تجاري موجود، حوالي 1800 وحدة سكنية، تصميم جديد مختلف، هيبقى علامة موجودة، مبني على 20% من الأرض، مستخدمين الطاقة الشمسية في التدفئة والتسخين، المية التسخين المية أساسا، وبعض الإضاءة لو كهرباء مقطوعة. عندنا مجرى مائي كده موجود في النص، كل أغلب الوحدات بتبص عليه. الحقيقة طول ما أنت بتمشي فيه في يعني الإكسبيرينس مختلفة وأنت بتتمشي جوه المشروع. إن شاء الله استثماراته حوالي 2.5 مليار جنيه، القيمة البيعية بتاعته هتبقى في حدود 3.5 مليار. احنا بايعين حوالي 40% من المشروع، المفروض التسليم فيه يكون في نص 2020. ايه الخدمات اللي بتقدموها في زيزينيا مستقبل؟ الخدمات الموجودة غير المركز التجاري اللي موجود فيها، عندنا في وحدة صحية وعندنا الجامع اللي موجود فيه. الأهم انه احنا انشأنا شركة جديدة اسمها شركة تقني، مع شركة تقني اللبنانية، هي شركة قيمة لإدارة المنشآت العقارية. احنا ولبنانيين داخلين شراكه في هذا الموضوع عشان نقدم طريقه جديده للفاسيلتي مانجمنت في مصر، كلها استعداد علشان تبقى الخدمات اللي بتتقدم جوه الناس اللي قاعده تشعر انه في سيرفيس جيده موجوده وكوميونتي كويسه تقدر تستمتع بيه وجودها في كومباوند بهذا الشكل. طيب كنا حابين بحضرتك تكلمنا عن مشاريع موجوده في الصعيد عشان نبقى عارفين المشاريع تعمل بيها ارضك. احنا مهتمين ان احنا لينا دور في المجتمع، كان لينا الدور في المسؤولية المجتمعية عن طريق مسابقة شباب بره الصندوق، عملنا كمان بعتنا طلبة أو دعبنا سكولرشيب لطالبة تدرس في ألمانيا وفي القاهرة بالتعاون مع جامعة القاهرة وجامعة ألمانية وجامعة فنون جميلة في كلية فنون جميلة في جامعة اسكندرية، علشان تهتم ازاي تطور المناطق الأثرية بطريقة تدخل فلوس للبلد. وابتدينا بعد كده لقينا في مشكله في الفاسيلتي مانجمنت، عملنا دبلومه بالفاسيلتي مانجمنت علشان تبقى موجود. فاحنا المسؤوليه المجتمعيه جزء منه ولينا رؤيه في البلد وازاي نبقى موجودين، من ضمنها ان احنا ننزل نشتغل في الصعيد، منطقه عايزه تطوير وتنميه حقيقيه، اهلنا في الصعيد معاهم فلوس وفي احتياج ليها، وبنامل ان احنا نقدر نعمل كومباوند بمتطلبات اهل الصعيد، تبقى نقله في الصعيد كله ويبقى دور بنقوم بيه كشركه. حجم المبيعات اللي حضرتك متوقعها من سيتي سكيب؟ دايما السؤال ده بيبقى صعب في سيتي سكيب، خصوصا انه بعد بنقول فتره الناس الاسعار اختلفت، لكن من حجم الفلو اللي موجود النهارده نتمنى انه يكون عدد كبير يحقق طموحاتنا. يعني هل نقدر نقول للمشاهدين ان في اوفرز او خصومات للمعرض؟ طبعا احنا عاملين قايلين انه فتره في المعرض دي في 5% دفعه مقدمه والسداد على 10 سنين، وده اول مره نعمله لمده 4 ايام المعرض.
اعتقد انه ده هيريح الكاش فلو للناس، حتى لو اسعار شويه زياده تقدر تشتغل عليها، فنامل انه يجذب الناس تيجي تشتري عندنا. هل هيكون متاح برضو بعد ايام المعرض لمده فتره؟ لا، هو ده فتره المعرض، ان الناس تيجي اللي هيتعاقد هو اللي هياخد الاوفر ده، بعد كده مش هيبقى موجود تاني، هنرجع لاسعارنا القديمه. انا اتشرفت بحضرتك وبالتوفيق ان شاء الله. ميرسي جدا. شكرا.